مشتركي سبورة نيل، نزلت مواصلة معكم في إصلاح تمارينات الكتاب المدرسي للتلاميذ سنة 7 أساسي في مادة الرياضيات، ونزلنا نخدموا على الدرس الأولاني اللي هو العمليات في الأعداد الصحيحة الطبيعية، ونزلنا نخدموا في الوحدة الأولى اللي هي عمليات الجمع والطرح والضرب. تفهمنا؟ طب شرح لكم التمرين 11، تحلوا معي الكتاب صفحة 64 ونتابعوا مع بعضنا. شو في التمرين 11؟ تداين علي من أبيه مبلغا قدره 280 دينار، وعند حصوله على مرتبه الشهري الذي قدره 495 دينار أراد تسديد دينه. عندها تنازل له أبوه عن جزء من الدين قدره 150 دينار. فهمنا الوضعية ولا لا؟ إذا علي تسلف من أبيه 280 دينار، هذا المبلغ اللي تداينه علي من أبيه، أربعمية وخمسة وتسعين دينار هو مرتب علي، ومية وخمسون دينار هو المبلغ الذي تنازل له أبوه عنه، الجزء من المبلغ هو جزء متنازل عنه. فهمنا السؤال المطروح؟ شنو يحب السؤال المطروح؟ عبر بطريقتين عن المبلغ الباقي لعلي بعد تسديد دينه. فهمنا ولا لا؟ نشوفوا المبلغ المتبقي لعلي بعد تسديد دينه. الطريقه الاولى شنو عندنا؟ هو علي عنده 495 دينار، شو عمل؟ نقص منها المبلغ المتداين 280، ولكن هو ماهوش باش يرجع 280، باش يرجع 280 ناقص 150. فهمنا؟ 280 ناقص 150 هذوما مع بعضهم باش يعطوني 130. 495 الا 130 بجي 395 دينار. فهمنا ولا؟ هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه نجم نعمل 495 نقص منها 280 اللي هو المبلغ اللي تداينه، باهي؟ بعد ما نقص 280 شنو باش نعمل؟ باش نزيدها 150. علاش؟ خاطر هو ما رجعش 280 كامله، هو رجع 280، صحيح هو تداين 280 ولكن الأب تنازل له عن 150. نشوفوا نحن 495 نقصوا منها 280 وبعد نزيدوها 150 يساوي 215 مع 150 يساوي 395. فهمنا نفس النتيجة في الأخر. باهي، شنو نلاحظوا هنا؟ كي نجي انا ناخذ هذه العباره الاولانيه ونحيلها للاقويس، شنو مش تعطيني؟ 495 الا 280، عندي الا قبل القوس، كي نحي القوس هذه شنو باش تولي؟ باش تولي مع 150. فهمنا ولا؟ باش نوريكم طريقه ثانيه كيفاش وصلنا لها. وببساطه نجي نحط القوس هنا، لان عمليه الجمع عمليه تبديليه، وبما انه ما عندي حتى شيء قبل القوس حتى علامه ما يتغير حتى شيء. فهمنا؟ ولكن كان حطيت القوس لهنا المع هذه باش تقلب تولي الا. هذا منين جات؟ طريقه ثانيه. اذا عمليه الجمع عمليه تبديليه وتجميعيه، وما ننسوش كي تبدا عندي علامه الا قبل الاقواس راهو العلامات اللي في وسط الاقواس يتقلبوا. هذه ملاحظه مهمه جدا في التمارين اللي باقيين نخدموا فيهم تو. تعالوا للتمرين رقم 12. شنو فيه التمرين رقم 12؟ اعطيني عمليات ناقصه، نحب نكمل بطبيعة الجزء الناقص. باهي، نبدأ بالأولانية. 94 يساوي 49، معناها مش نقرا هنا ديما، راهو نقرو من اليسار لليمين، معناتها شنو اللي نقص منه 49 باش نلقو 94. إذا هنا المجهول نتاعي هو هذا، كم إلا 49 يساوي 94؟ باهي، كيفاش نلوج عليه هذا؟ شنو نعمل أنا لهنا؟ 49 هذي باش نجيبها من الناحية الأخرى، شنو باش تولي؟ هذاك المجهول نتاعي يساوي 94 خليها على روحها، إلا 49 كيف تجي من الناحية الأخرى باش تولي مع 49. فهمنا ولا؟ النتيجة باش تجي 143. إذا المجهول نتاعي هو 143. هنا نجي نكتبو، باهي باش نوريكم، باش نعطيكم ملخص للحكاية هذيا، تبعوني بالبدا. باهي، عندي لهنا أ مع ب يساوي سي، مثلا 2 مع 3 يساوي 5،
ستة مع سبعة يساوي ستة مع سبعة يساوي 13. باهي، اش معناتها هذه؟ شنو تعطيني؟ تعطيني انه A يساوي سي الا بي، فهمنا؟ تعطيني انه بي يساوي سي الا A. كيفاش وصلنا لها مادام؟ بما انه A مع بي يساوي سي، كيفاش حاجتي بالA برك؟ لهنا عندي مع بي، كي تمشي من الناحية الأخرى تولي الا بي. كيفاش عملت هذه؟ عندي A مع بي يساوي سي، نحب نلوج على الA. شو معناتها؟ معناتها الA لازمني نخليها موجودة في ناحية وحدها. إذا مع بي باش نحاها من الناحية هذي شنو نعمل؟ مع بي لازم نحط إلا بي. إذا كان حطيت منا إلا بي، منا بالطبيعة لازم نحط إلا بي باش المعادلة تبقى عندي نفس المعادلة ونفس النتيجة. إذا عندي بي إلا بي يساوي صفر. بي فهمنا؟ بي كتبنا عندي أ إلا بي يساوي سي. شنو معناها لهنا؟ معناتها أ يساوي سي مع بي، و ب يساوي A إلا C. كيفاش عملناها هذه؟ مثال مشن هذه A يساوي C إلا B. شو معناتها؟ معناتها A إلا B هي يساوي C. خرجت من هذه حاجتي تطلع على A، إذا نحب نحي ال B من هنا، معناتها نزيد مع B مع B، هذه باش تعطيني صفر، وهذه باش تعطيني A يساوي C مع B. كيفاش نحب نطلع على ال B؟ كيف كيف عندي A إلا B يساوي C، نحب نطلع على B لأن عندي إلا B، كي نجيبها من الناحية الأخرى تولي مع B. باهي، إذا مش باش يولي عندي، معناها يلزمني نزيد مع B، نزيد مع B مع B، مش باش تولي عندي؟ باش تولي عندي A يساوي C مع B، ولكن نحن نحب نطلعو ال B خاطر نحب نطلع مع B مش إلا B، نخليها غاديكا مع B، ونجي C نجيبها من الناحية الأخرى، معناها تولي لي A إلا C يساوي بي، خاطر لنا سي الا سي بجي صفر. فهمنا؟ فهمنا كيفاش وصلنا لها؟ والا نحط الا بي يساوي سي مع ا، الا بي يساوي سي مع سي الا ا، عفوا خاطر الا جبتها مغادي باش تولي الا ا. شو معناتها؟ معناتها بي ندخل علامه الا عليهم الكل، معناتها بي يساوي الا سي الا ا، كي نحي القوس تولي لي يساوي الا سي مع ا. هاويني ا الا سي ولا الا سي مع ا، بما انه عملية الجمع عملية تبديلية، معناتها ا الا سي. فهمنا؟ نرجع للتمرين تاعنا. بي شنو يحب بي؟ 95 مع كم يساوي 302؟ اذا المجهول هذا اللي نلوجو عليه كيفاش باش نعملو هو 302 الا 95. هكا ولا كي نرجعو للملخص تاعنا، عندي ا مع بي يساوي سي. اش معناتها ا مع بي يساوي سي؟ معناتها نلوج على بي، بي يساوي سي الا ا، معناتها 302 الا 95. باهي، نكتبها لهنا، معناتها المجهول بتاعي هو 302 الا 95، عملية عادية يساوي 302 الا 95 يساوي 207. باهي، معناتها لهنا عندي 207. باهي، اللي بعد 103 الا كم يساوي 47؟ معناتها نحن نلوجو على البي في الحالة هي، نلوجو على البي في الحالة هي، بي يساوي أ إلا سي. إيش معناتها؟ معناتها أ اللي هي 103 إلا سي اللي هي إلا 47. باهي، شنو باش تعطيني هي؟ هي 103 إلا 47 باش يعطيني 56. فهمنا؟ باهي، لأن 35 مع كم؟ مع 18 يساوي 203. شنو باش نعمل أنا في الحالة هذي؟ باش نجي نلوج على هذا كل مع بعض، ومن بعد نلوج على المجهول نتاعي. باهي، تسمي هنا أ، أ يساوي 203 إلا 18. هاكا ولا عندها أ مع بي يساوي 203، أ هو 203 إلا 18. باهي، بعد حاجتي بلي هذا 35 مع كم يساوي أ. باهي، نجي نكتبها لهنا، معناتها 35 مع المجهول يساوي 203 إلا 18. قاليش المجهول هذاك كيفاش نلوج عليه؟ 35 نجيبها من الناحية الأخرى، إذا المجهول بتاعي يساوي 203 إلا 18 إلا 35. ساهلة على الأخر، عملية عادية، إذا مش باش يجيني النتيجة، مش تجيني 150. باهي، إذا لهنا عندي 150. شو معناتها؟ معناتها 35 مع 150 مع 18 النتيجة 203. 150 مع 35 185، هاكا ولا مع 18 يجيني 203. باهي، لهنا اش عندي؟
كم مع 503 إلا 200 يساوي 740؟ كيف كيف اللوج على هذا الكل؟ نسميه أ. أ يساوي عندي لنا إلا، معناتها 740 عندي لنا إلا باش تمشي الناحية الأخرى باش تولي مع 200 يساوي 940. إش معناتها هنا؟ عندي مجهول مع 503 يساوي 940. إذا المجهول متاعي يساوي 940 إلا 503 يساوي النتيجة النهائية، المجهول متاعي 940 إلا 503 473. فهمنا؟ إذا هنا عندي 473. في التمرين 13 أعطيني عدد كبير وأعطيني مجموعة أعداد يحب نختار أنا العدد الأقرب للعدد متاعي. إذا العدد متاعي هو وأعطيني مجموعة اقتراحات. اقتراح الأولاني، اقتراح الثاني، اقتراح الثالث. أنا هو الأقرب لهذا العدد متاعي بالطبيعة. كيفاش نختار العدد الأقرب؟ ديما نختار أكبر عدد وأقرب. باهي، قبل كل شيء شوف اش عندي أنا. عندي لهنا 5 و7، وعندي لهنا 5 و7، وعندي لهنا 5 و8، وعندي لهنا 6 و0. باهي، بعد 7 شنو عندي؟ عندي 8. الرقم اللي بعد 7 هل هو أصغر من 5 ولا أكبر من 5؟ أكبر من 5. إذا نتعدى نختار الرقم اللي أكبر من هذا مباشرة. إذا هو هذا، فهمنا؟ كان جا عندي رقم هذا مش 8، كان جا عندي 1 راني اخترت هذا، كان جا عندي 2 راني اخترت هذا، كان جا عندي 3 راني اخترت هذا، كان جا عندي 4 راني اخترت هذا، فهمنا؟ إذا أما هو عندي رقم هذا أكبر من 5، إذا نختار العدد اللي أكبر منه مباشرة. إذا هذا هو العدد الأقرب للعدد اللي عندي. تعدى للتمرين 14 صفحة 64، شنو عطيني تمرين 14؟ عطيني مجموعة من متكونة من عددين اللي هو 2947 مع 8735. شنو يحب؟ أذكر بدون إنجاز العملية العدد الأقرب إلى هذا المجموع من بين الأعداد التالية 14000 13000 وإلى 12000. به من غير ما نحسب شنو عندي هنا؟ عندي 2947. مش نشوف العدد التقريبي، نشوف رقم المئات. رقم المئات كديش؟ 9. هل إنه رقم المئات أصغر من 5 ولا أكبر من 5؟ أكبر من 5. إذا العدد التقريبي للعدد الأولاني اللي هو 2947 ناخذ رقم الآلاف اللي هو 2 زائد 1، معناتها 2 زائد 1 ونحط لي بعده باش يكون 3000. هكا ولا باهي؟ هذا كيف كيف نغز الرقم المئات متاع 7 أكبر من 5، إذا القيمة التقريبية هي 8000. كيف كيف زائد 1 معناها شنو باش يكون؟ باش يكون 9000. المجموع متاع هذوما الزوز باش يكون بالطبيعة 12000. فهمنا ولا؟ إذا العدد التقريبي هو 12000. باهي، التمرين رقم 15 أعطيني فرق بين زوز أعداد. شنو يحب؟ أذكر بدون إنجاز العملية العدد الأقرب إلى هذا الفرق من بين الأعداد التالية 11000 1000 وإلا 100000. كي نتبع التمشي تاع التمرين اللي قبله، إذا العدد الأقرب لهذا الفرق باش يكون بالطبيعة 11000. فهمنا ولا؟ فهمنا؟ هذه 380000 إلا 370000، إذا الفارق نتاع العدد الفارق اللي أقرب هو 11000. به كي نرجع نعمل العملية نتاعي العادية شنو باش نلقى؟ لهنا هذه هو هذا هو النتيجة. إذا أما أقرب هل هو العدد هذا؟ أعطيني 3 أعداد هو. إذا العدد هذا أنا هو العدد اللي أقرب من بين الثلاثة هذوما، بالطبيعة باش يكون العدد. فهمنا ولا؟ صلح تمرين 16 رقم 65، حلو الكتاب المدرسة صفحة 65 وصلح مع بعضنا التمرين. شنو في التمرين؟ نريد تسييج ملعب لكرة طائرة مستطيل الشكل بعده 18 متر و9 أمتار. معناتها عندي هذا هو الشكل نتاعي، هذه هي بالطبيعة 18 متر طول والعرض 9 أمتار. 9 متر. باهي،
شنو يحب هو؟ وذلك بسياج يبعد 5 متر عن حافته، إيش معناتها؟ معناتها مش يجي للحافة ويبعدها 5 متر ويحط السياج متاعه، باهي؟ إذا مش يجي لهنا يحط السياج بعيد 5 متر. بون، 5 نفس المسافة بعيدة من مشيتين، 5 متر. شنو يحب؟ احسب طول هذا السياج علما انه قد خصص المدخل مترا، دونك جي عمل اونتري من هنا مدخل مترا 2 متر، يحب يحسب طول هذا السياج، تفهمنا؟ باهي، شنو باش نحسبو نحنا؟ باش نحسبو بالطبيعة المحيط، المحيط متاع السياج متاعنا هذا. عندي الابعاد هذي 18 وهذي 9، ولكن انا بعدت 5، اش معنتها؟ معنتها زدت 5 متر من هنا وزدت 5 متر من هنا وزدت 5 متر منه وخمسة متر منه، معناها عندي زدت 5 متر زدت في النواحي الكل. معناها باش نحسب المرة الأولى باش نحسب طول السياج دون احتساب المدخل. باهي باش نخلي المدخل بدا، باش نحسب طول السياج نتاعي. باهي، واش عندي هنا لهنا؟ عندي 9 متر، ولكن 9 متر هذي زدتها 5، ومن عندي 18 متر وزدتها 5 متر. اش معنى هذي؟ معنى عندي 9 متر زدتها منها 5 ومنها 5، باش تولي هذي الكل قداش؟ 9 مع 10، باهي، ومن عندي 18 متر زدتها منها 5 ومنها 5، إذا هذي الكل شنو باش تولي؟ 18 مع 10. باش نحسب المحيط، معناها 18 مع 10، وعندي الطول هي 18 مع 10، والعرض هو 9 مع 5، باش نجمعهم مع بعضهم ونضربهم في 2. إذا شنو باش تعطيني النتيجة؟ 5 معناها 10 مع 9 مع 10 مع 18 مع 10، كلها ضارب 2، فهمنا ولا؟ هذه باش تعطيني 19، وهذه باش تعطيني 28، كلها ضارب 2. النتيجة النهائية باش تجيني 74، باهي؟ خاطر 18 مع 19 مع 28 باش تعطيني 37 ضرب 2، باهي؟ دي دون احتساب المدخل، باهي؟ كي نعملو احتساب المدخل شنو باش نعملو؟ باش نعملو النتيجة نتاعي 74 إلا 2 متر يساوي 72 متر، هاذي 74 متر، باهي؟ صالحكم التمرين 17.65، شنو هو فيه؟ حلو الكتاب وتابعوا. يتكون قطار من 6 عربات طول الواحدة 8 أمتار، عندي قطار في 6 عربات كل واحدة فيها 8 أمتار، علما أن المسافة الفاصلة بين عربتين هي 120 سنتيمتر، أحسب طول قطار، نحسب القطار طول متاع القطار متاعنا. باهي، شنو عندي هنا؟ عندي القطار فيه 6 عربات، هاكا ولا شنو معناتها؟ أنا باش نحسب طول العربات 6، شنو باش نعمل؟ أول حاجة باش نحسب طول العربات، باش نعمل 8 ضرب 6 يساوي 48 متر، هكا ولا؟ خاطر هو في المعطى شنو عطيني؟ عطيني 6 عربات طول الواحدة 8 أمتار، هذا هما عدد العربات هما 6، وهذايا طول الواحدة. باهي، بعد ما حسبت طول العربيه شنو باش نعمل؟ باش نحسب طول القطار، شنو عندي قبل ما نحسب؟ باش نحسب طول القطار لازمني نحسب شنو قبل ما نحسب طول القطار؟ لازمني نحسب طول مجموع المسافه الفاصله بين العربات، هكا ولا؟ اول حاجه لازمني نحسب طول مجموع المسافه الفاصله، اش معناتها؟ هو كل ما بين كل عربة وعربة عندي 1.2، إذا 5 ضرب 1.2 يساوي 6 متر. علاش 5؟